ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الثور ليوم الاثنين 3 يناير 2022. انت النهارده هتكون بتحمل حمل تقيل جدا من المشكلات، بس بقولك لازم تبدأ انك تخفف الاثقال دي عن جهلك، ولا ممكن تستمر المصاعب في الزيادة معاك كل يوم. لازم انك تصل لاستراتيجية انك تتعامل مع التحديات المهنية دي والخاصة بدون ما نضيع اي وقت ولا كتير من الطاقة في نفس الوقت. لكن ما تضيعش الكتير من الوقت في تفكيرك في الحل، خلي كل يوم يمر هو يوم مفقود من العمر. حان الوقت الان علشان تواجه الامور مباشرة من غير ما تأجلها. بالنسبة لك مهنيا ما تستسلمش للضغوط، وما تسمحش للمعنويات انها تتراجع حتى لو واجهت الكثير من المشاكل اليوم.